إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الأذن الصمقية، وهو التهاب الأذن الوسطى الأفرازي، ويسمى تراكم السوائل في الأذن الوسطى سواء كان معه ألم أو لا. أيضا التهاب الأذن تحدث في هذا الحالة في العادة في الأذن الوسطى المصحوبة بالأرقات، وأيضا يعرف اختصارا بأن حالة مرضية متوسطة، وأيضا بعد الإصابة بهذا الالتهاب الأذن ممكن ينقسم إلى قسمين: التهاب أذن حاد، وأيضا التهاب أذن متوسط. أما التهاب الأذن الحاد ممكن يكون شديد في المنطقة، يسبب آلام قوية جدا، وأيضا التهاب في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي. في العادة يزول هذا الالتهاب، وأيضا يكون مصاحب في ببعض السوائل، وهذه السوائل تزول أيضا. وأيضا بعض السوائل المتراكمة من تلقاء نفسها في غضون بضعة أسابيع تزول، ممكن أسبوع أو أسبوعين 3 أسابيع، لكن إذا استمر وجود أكثر من ذلك في نفس المنطقة بسبب الالتهاب ممكن يسبب طبقة سميكة شبيهة بالقراء، يعني مثل الغراء أو الأذن الصمغية، فإن في هذه الحالة يمكن أن يعيق قدرة الطفل على السمع. لذلك يمكن التوصية باستخدام يعني مثل أنابيب الأذن، وهي يعني أنابيب يتم وضعها جراحيا في طبلة الأذن للمساعدة في التخلص من هذه السوائل. من الضروري جدا أيضا مراجعة الطبيب المختص في هذه العملية. بعد استشارة الطبيب المختص يتم فحص الأذن وتحديد العلاج المناسب لها. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.